اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عسلامتكم، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير الناس الكل. اليوم كما شفتوا معايا في الكوجينة، حصلوا البارح خليتوني في كوجينة، كم جيتوا اليوم لقيتوني زادة في الكوجينة. الواحد نهار كله هو مغاطس فيها ويطيب، يا يطيب يا بيخمل يصف المعون، حصلوا حياتنا كوجينة سبحان الله. اليوم باش نعمل خبزة جاتو، باش نعملها جنواز، نوريكم الساعة طريقة وبعد نقول لكم علاش عملتها. خديت 200 جرام سكر، قصته لكم بالمغارف للناس اللي ما عندهمش ميزان. عملت 10 مغارف كبار سكر، وباش ناخد باكو سكر فانيليا وخمسة كعبات عظم. بالنسبة للمكونات الكل متاع الجنواز، خمسة كعبات عظم، 200 جرام سكر، 200 جرام فارينة، باكو سكر فانيليا، وباكو خميرة مرطبات، وشوية ملح. باش نركض ذاك العظم والسكر والملح حتى لين يولي القوام كما تشوفوا كل كريمة وشادد بعضه، يولي حتى لونه مستبيض. تو باش ناخد 200 جرام فارينة اللي هما 10 مغارف كبار فارينة. اما اني نقصت، عملت 7 مغارف فارينة وعملت 3 مغارف كاكاو، خاطر باش نعملها بكل شوكولاتة. غربلتهم الكل، ومن بعد باش نحاول بشوية بشوية نخلط الخليط. ما تراوش انه الفيديو خاطر مسرعته شوية، مراني بشوية بشوية نحافظ على الهواء اللي موجود في الخليط. خلطتهم كما شفتوا، وبعد باش نحطه في طبق على 180 درجة. كما ترى في الكوجينة، نتصور أول مرة تشوفوا كوجينتي بهالحالة هذية. كانوا عندي ضيفين جاوا بحذايا من الفطور، طيبنا الفطور وقعدوا شربوا كيس تي والقهوة وكل شيء بحذايا، ومن بعد روحوا. جيت باش نغسل المعون، لقيت الماء مقصوص. واليوم عندي مناسبة في الدار، عيد ميلاد ولدي، عيد ميلاد ولدي سالم نهار 1 جويلية. حبيت نعمله عشية، وحبيت نعمله هكا خبزة جاتو وكل شيء، ونعمله عيد ميلاد باهي بصراحة. لكن قص عليا المي، وليت ما طيبتش، ما نجمش نطيب في الحوسه هذه اصلا، ما لقيتش كيفاش ندور. وليت نظمت باللي نجمت الكوجينه، وليت كلمت زاد راجلي قلت له كان تلقى روتي ولا حاجه جيب لي. عملت له عيد ميلاد معناها الحقيقه مش كما تمنيته بالكل. يعني نهار هذايا بصراحة يعني من أكثر النهارات اللي مستحيل ننساهم في حياتي الكل. صحيح إنه عشت تجربة الأمومة، عشتها 3 مرات، و3 مرات تعديت بنفس الحالة، لكن ديما تقعد التجربة الأولى، إنه أول صغير باش يجيك للدنيا وأول صغير خليك تكون أم. النهار هذاك مستحيل ننساه، وكل ما نتفكره لازمني. نهار 1 جويلية حاصل ونشبع بكهيم، ما نعرفش علاش، اما نهار هذاك في برشا مشاعر، في برشا حاجات ما ينجم حد يحسهم كان اللي عاشهم. نهار هذاك بالحق باش يقعد لي ديما معناها مرسوخ في بالي، ملي بدات لي اعراض الولاده حتى لين بعد ما شفت صغيري. حاجات هذوكم نحس بهم بالديتاي. اني ولدت الماضي 3 متاع القايله، ماضي 3 غير درج، ماضي 3 غير درج. كي نبدا نشوفه في المونجيلا نهار 1 جويلية نبدا نبكي سبحان الله، نبدا نحس في روحي وقتها عايشتها اللحظه هذيك. ان شاء الله ربي يعمر كل حسام واحده، وان شاء الله ربي يعطي الكل محرومة، إن شاء الله ما يحرم حد، ويرزق الناس الكل بالذرية الصالحة. كما شفتوا هذه الجنواز بعد ما حضرت قسمتها على 2، طيبت القناش. بالنسبة للقناش عملت 6 توابع متاع شوكولاتة عليهم حكة كريم فريش. وبالنسبة للسيرو اللي باش نسقي به الجنواز، عملت كيس سكر عليه نصف كيس مي، غلاوة شوية، من بعد زدتهم 3 مغارف كبار نسكافي قهوة سريعة الذوبان. وهذيك اللي باش نسقي بها الجنواز، خاطر الجنواز تبدا هيك منشفة شوية، لازم حاجة طرها. اني نعملها الشحور هذايا اللي بالقهوة، تعجبني خاطر طعمة القهوة مع الشوكولاتة تعجبني على الاخر. اما تنجموا تعملوا سيرو عادي بالسكر والمي. وتو باش نصب مكل الشوكولاتة هذيك اللي ذوبتها، باش نصب بها في الوسط. ما لقيتش الوقت اني باش نعمل كريمة زبدة، حاسين ما لقيتش وقت جملة اني باش نعمله عيد ميلاد كيما تمنيت، واني ما كتبش
على أساس زادا باش نخرج ونمشي نكمل نقضي قضيتي، زادا ما خرجتش خاطر كانوا عندي الضيفين. الله غالب ما كتبتليش وما كتبتلوش عيد ميلاد باهي، خاصة انه هو ولا يفهم. بصراحة انا ما كنتش كنعمل حاجة باهية. اخر مرة عملت لولدي ناس عيد ميلاد باهي، ناديت الناس الكل، عيلتي وعيلة شكري، وعملت له عيد ميلاد معناها باهي على الاخر في كل شيء، ما ناقصه حتى شيء. اما حسيتهم انهم مازالوا ما يفهموش، مازالوا ما يستوعبوش معناه عيد ميلاد وكل. اما سالم كي تخل يقرا في الروضه ولا يعرف، يشوف اصحابه يعملوا في عيد ميلاد، يقول لي رانا كلينا الجاتو، راه مطفاه الشمع، راهو عيد ميلاد فلان وكل شيء، ولا يفهم. وهو مولود في الصيف ما نجمش نعمله في الروضه، هو نتصوره اصلا يفرح بعيد ميلاده مع اصحابه خير. اما هو خاطر كما شفتوا نهار 1 جويلية والروضات تبدا مسكره، ما نجمش نحضر روحي وكل. نرجع تالي للجاتو، حسيت روحي حكيت برشا. قال لي باش تكتب اليوم، عملت له ان شاء الله كل عام يكون احسن واحسن، والفايده معناها انه ملمومين، وفايده اني تفكرت في حاجه. حاسيلو كملت زينت الجاتو، وباش نزينها باللي عندي زادة، ما كملتش قضيت كما قلت لكم، زينت كان بالشوكولاتة. الكل في الشوكولاتة اليوم، ومن بعد باش نحطها في الفريجيدير تشد روحها شوي. ونرجع للماعون، حاصيلو رجع لي المي، يمكن مع 10 متاع الليل رجع المي يخدم، ما يجيش سخانة ربي، وزيد المي مقصوص الحمد لله وكهو. باش نكمل نغسل الماعون اللي عندي اللي تجمل الكل. جرب الماعون اللي ضيفت بيه الضيفين، كل مرة نغسل شوية رجعته لبلاصته، وجست حاجات بساط قعدوا لي متاع كيسين وكل شيء، من بعد باش نهز نرجعهم. اما البقية معناها ابرك كل حاجات اللي استعملتهم هني في الكوجينة. نغسل في المنادل بالصابون الاخضر، ديما شكون كيف يحب غسيل المنادل بالصابون، بصراحة من احسن ما فما، معناها لقيت سائل تنظيف باهي للمنادل، لقيت حتى شيء ما خيرش بك صابون الاخضر. نكملو نغسل معون، من بعد نشوفو رالي شنو جابلي. قلت له جيب لي حاجة دجاج روتي ولا حاجة كم تعشي باهي، ملقي حتى شيء خاطر ما عادش بكري، وبزهر هو روح مخر من الخدمة. اكهو تنشوفوا مع بعضنا من بعد كيفاش باش تكون الحفلة البسيطة اللي تمنيت انها تكون مخير، اما مثالش. المهم كما قلت لكم الواحد ملموم مع صغاره، المهم تفكرتوا بحوايج مع الظروف اللي جاتني، قصان المي والضيفين وكل. اما الحمد لله نجمت على الاقل نطلع خبزة كتو في ساعة في ساعة، والله العظيم لفقت بروحي حتى كيفاش عملته وكيفاش كملت الكوجينة وكيفاش حضرت له الخبزة جاتو وكل. هنا سندوتشات خاطر ما نجمش نطيب، ما عادش بكري الكل. حابين ناخذ دجاج روتي ما لقيناش،
ولا خذينا هيك ساندويتشات، ساندويتشات هذوما سكالوب. بيك حط الواحد على غلب اليوم نهير بالحق، عكسي 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 على الاخر، ما مشي معايا حتى شيء. هذوما مايونيز يجيو مع ال يجيو مع الساندويتش، معرفش إذا كل ساندويتش معاه ولا حاطين كابا برجر. فك ساندويتش بالكبدة، هذايا بالكبدة وهذايا بالسكالوب. هذا بالسكالوب داخل بالكبدة، أول مرة نشوف ساندويتش بالكبدة بصراحة. هذوما فيهم الكبدة زادا. المايونيز لالي كعبرك، مش نورمال كل ساندويتش مع المايونيز. انتي شكرش تاخذ هاي اللي بالكبده كلها، اصل اسهل ما ياكلش اللي بالكبده، ما ياكلوش كبده. وين اسمو تاخو انتي؟ ردوهم جودهم، ما كانوا شكرا والله، كانوا بهين يا مين تي تتمسهم من كده. نحطوه اكثر من اربع زمان اربع نكبروه ليه ما 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 هو يحبش ما خاطر لك عليه. حس أربع شوية وليه؟ شوية أربع. أربع هم سنين لك. حسم شوية. طعم هم قادير عيدينا. مش رايي بي يا ذيبة الأخرى شكري سقوى الماء بدلنا الشمع على خط الأخرين ذيبوا. هاي غمض عنيك سيلو غمض عزيزة غمض عيد ميلاد سعيد شا شا عيد ميلاد سعيد تشا 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 عيد ميلاد عيد ميلاد عيد ميلاد سعيد. عمل نفخة سالم، هاي سالم هاي انفخ انفخ معانا السيل.
سعيدو عيد ميلاد سعيد يا سالم 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 شو شبيه شبيه سالم ها شبيهم شبيهم شو ما يتاكلوش راهما كوما باهي القطو سالم ولا مش باهي باهي عيد ميلاد شكون اليوم ايني عيد ميلادك انت يا اليوم غلقت 4 سنين قصوا الكاتو الولدية يديك وخبز الكاتو ناحية يديك سالة صالة أنس أنس ها باش نقص الكلام لا أنس في بالك اللي الكاتو هذي تبدأ مدورة تقص هكا دورة هكا وبعد قص طريفات طريفات ما مش هكا في الوسط أعرفها كان في الوسط هكا عندك كل شيء ميمة سلومة قديش عمرك انتي؟ قول 4 سنين قديش عمرك؟ هو تو مركز مع القط ومن الاهمه في عمره اليوم في حد شيء قديش عمرك؟ قول قديش عمرك؟ قديش عمره هو نص سنة قديش؟ سعيد سعيد أمام وقتش طيبها القطوة شكري قال وقتش طيبها المعلم فش خلاص السلمة جت تشاركنا في العيد ميلاد يا ماما يا زي زي أجت شرعي بس كتير الزوم أجي زي زي يا ماما زي زي كل شيء تحب مستة والله طلعت مزيانة القطوة متاع زربة زربة وهي محلاها كان جيت محضرة لها راي مجال شك ماري قا ماذا تأكل قطوة؟